أحييكم مشاهدي من مطار رفيق الحريري الدولي. نحن معكم مباشرة مشاهدينا، بعد حوالي 10 دقائق من الآن تصل طائرة قادمة من ميلانو. مثل ما عم بتشوفوا معي بهذه الأثناء، نحن أنا وزميلي بيير يوسف أيضا عم نتجهز مع الأطباء اللي موجودين مثل ما عم بتشوفوا بدورهم، عم يتجهزوا كمان للصعود إلى الطائرة. بهذا النقل سننقل الصورة مباشرة كيف تتم عملية الإجراءات لكل المسافرين القادمين من كل الدول، أكانت موبوءة أو غير موبوءة. خليني بس عم بلبس الكفوف لأن ما بدنا نأخر الأطباء من الصعود إلى الطائرة. مثل ما عم بتشوفوا إذن الطبيبان دكتور أرزز عايتر والدكتور نضال المولى هن متطوعين بمستشفى رفيق الحريري، إلى إضافة إلى المسؤول الحجر الصحي الدكتور الدكتور ملاح. على أي حال الدكتور ملاح موجود بالخارج أيضا ينتظر كمان للصعود إلى الطائرة. الأطباء الثلاثة المسؤولين عن هذه الإجراءات، 2 متطوعين من جمعية الأطباء المسلمين، إذا الدكتور أرجز عايتر والدكتور نضال المولى ومسؤول الحجر الصحي، هن اللي عم بيقوموا بكل الإجراءات اللي تتخذ لكل الوافدين إلى لبنان. نحن صرنا جاهزين دكتور؟ إن شاء الله، إن شاء الله تقريبا نحن على هبة الاستعداد لاستقبال طائرة وافدة من إيطاليا. نعم. خلال دقائق بتحط على المدرج بيروت الدولي. نعم. وان شاء الله احنا واياكم نكون متابعين لكل ال... نعم. هلا نحن طبعا حنكون معكم تقريبا قديش كم يعني شو هي الخطوات اللي بنقوم فيها، قديش عددها تقريبا قبل الوصول الى الطائره؟ نعم. يعني نحن باول مرحله هلا لبسنا، نحن لبسنا هلا، خلينا نكفي مع الدكتور دكتور مولى اللي صار جاهز. دكتور مولى يعطيك العافيه. الخطوه الثانيه هي الدخول الى الطائره. نعم. بيتم الفحص الحراري اليدوي هو والمسافر قاعد. نعم. بمقعده، من بعدها بنطلع لبرا بصير الفحص الثاني، الخط الثاني بنسميه، بيرجع بصير الفحص الحراري، مسح الحراري، بيرجع بصير الفحص الثالث مع توزيع المنشورات و والاشارات. استمارات قصدك لكل الاستمارات، الاستمارات والتوصي للوقاية والحجر. توصي للوقاية والحجر. نحن تأخرنا هلا ان شاء الله. يلا تفضلوا. هلا انا بعد بدي بس بس خلي يعني من واقف من قلب كمان الطيارة. انت دكتورة ماجي ما عم بسمع، بطلنا عم بسمع بس لو سمحت دكتورة انت كمان عم بتشاركي ايضا عم بتشاركي. وين بتكوني موجودة عادة؟ على الكاميرا، على سكرين. يعني انت ما حتطلعي معنا على الطيارة اليوم؟ ما رح اطلع لان الاكيب كامل و عشان ما نعمل فوق. يلا اوكي، نحن يبدو تاخرنا على الطياره. تفضل يلا دكتور، نحن حنمشي معك. يلا لحظه لا هي ذكرت ايه انت بسكرونا. دكتور ملاح ما بدك تحكي. دكتور ملاح ايضا حضرتك حتكون معنا تطلع على الطياره. نواكب الجميع هلا. نعم. فرق بتطلع وفرق بتراقبها. نعم. يلا شرف. يلا تفضل. اذا هيدي الطياره اللي هلا حنكون عم نواكب وصولها، هي طائره مثل ما قلت قادمه من ميلانو. ساشير الى انه كان في طيارتين جايين من طهران، تم الغاء هذه الطائرتين بسبب العدد. يعني عم بيتم جمع كل الوافدين الطلاب اللبنانيين تحديدا من طهران إلى لبنان بطيارة واحدة، وهذا هو السبب اللي خلى إلغاء الطائرات. مثل ما عم بتشوفوا معنا بالأطباء أصبحوا جاهزين، عم ياخذوا معهم أيضا ميزان الحرارة. هيدي الشاشة اللي كنا عم نحكي عنها هي الشاشة، بعد شوي حيكونوا عم يمرقوا المسافرين القادمين من ميلانو اللي ببين إذا حدا عليها حرارة أو لا. بطريقنا إلى الطائرة إذن بهيدي الأثناء نحن والفريق الطبي في مستشفى رفيق الحريري. كنت ذكرت أنه هذا الفريق مؤلف من 3 أطباء، 2 منهم متطوعين، هن اللي عم بيقوموا بأخذ إجراء هذه الفحوصات لكل القادمين من كل المناطق، من كل الدول حتى الموبوءة وغير الموبوءة. يعني حتى ماني قادرة أفرجيكم أنه كمان الزميل بيير يوسف اللي هو المصور، بس ما رح نقدر نفرجي صورته، أيضا كمان أخذ الاحتياطات
اللازمة وارتداء هو مباشر. هلا نحن بدنا ننطر هون. ننطر هون لا تنزل الطياره. نزلت الطياره؟ نزلت؟ نزلت. على رتبه الصوره هون. اوكي. ما نزلت بعد؟ وين صار الطياره؟ 10 دقائق. طيب يعني يبدو انه الطياره بعد بدها 10 دقائق لتنزل. نعم، نحن صرنا جاهزين بانتظار وصول طائرة ميلانو. مثل ما عرفنا انه فيها 75 راكب. نعم. وبالتالي العملية ما رح تاخذ وقت كثير. مضبوط. لا ان شاء الله رح تاخذ وقت كثير، ان شاء الله خلال 10 دقائق ان شاء الله بنكون خلص، اذا ما كان في عندنا اي حالة لحتى نتبع مع المقتضى اللازم. نعم، الطيارة اللي بتجي من منطقة موبوءة يعني مثل ايطاليا، هل بتوقف على مدرج مخصص لها كطيارة؟ نعم. حتى الراكبين بيروحوا من الطريق لحالهم؟ نعم صحيح، بالنسبة للبلدان الموبوءة خصص القسم الغربي المدرج الغربي لكل البلدان الموبوءة التي توفد للقطارات وتوفد للبناء. نعم. هلا بالنسبة للمدرج الشرقي بتم فحص كل الطائرات بس ولكن من بلدان غير موجودة. خصص هذا المدرج للطائرات الوافدة من المناطق الموجودة البلدان الموجودة. ولكن الفحص عم تعملوه لكل الطيارات مش بس للموجودة؟ كل الطيارات، نحن نخصص في عندنا فحص خاص للبلدان الموجودة، أما فيما ما يخص البلدان غير موجودة نحن يتم فحص كل الوافدين لبنان. كله شخص وافد على حدا. نعم بدي رايحك شوي، بعرف انه كثير اللي لابسينه. نعم بس كنا يعني عم نسمع كثير انه ما في اجراءات عم تتاخذ على المطار، كثير عم يقولوا انه ما حدا عم ياخذ لنا حرارتنا، هيدا الشيء كنا عم نشوفه كذا محل. شو الطائره الايرانيه؟ نعم الدكتور رياض فضل الله ماجور مشكور تابع الموضوع، هو اللي بلغ واللي تابعوا الموضوع اطباء وزاره الصحه. نعم. من ثاني يوم بشرنا بالتطوع للاسف الشديد، يعني كان الاعلام كثير كثير مثل ما بقولوا كان بخيل علينا، نشدنا كثير يعني تفضلوا. نعم. والحمد لله اجت ميادين وهلا انتم جيتوا. بدنا نشرح شوي عن هيدا الشيء اللي نحن لابسينه، كل العالم بيلبسوه ولا بس كاطباء؟ تيجي من المناطق، من تفضل دكتور حكي، من المناطق اللي بتعتبر موبوءه. نعم. في مناطق كانت نائيه بس هلا حسب منظمه الصحه العالميه، عفوا شوي، في عندنا 100 دوله. نعم. اليوم كان في بالمانيا تعدى 1000 في وفيات. يعني هلا التدابير الثانيه بدنا ندخل على كل الطائرات نصير ناخذ نفس الخط الاول والخط الثاني والخط الثالث، بقيت الطيارات عم ناخذ خط ثاني خط ثالث، يعني الاجراءات متابعه مسح الحراره والوقايه والتنبيه. طيب في حال طلع احد الاشخاص لا سمح الله على هذه الطياره او اي طياره عليه العوارض شكيته يعني من الحراره، في غرفه للعزل موجوده بالمطار؟ موجوده غرفه حجر. نعم بكل جهه من جهات المطار بالشرق وبالغربي. وفي متابعه مباشر مع الصليب الاحمر يعني باجراء سريع لتحويله الى المستشفى الحكومي. نعم الأطباء أصبحوا جاهزين حتى أيضا الإجراءات كلها اتخذت. يمكن وصلت الطائرة مثل نزلت الطيارة بهيدي نزلت الطيارة، يمكن ما بعرف أنا مش قادرة يبين علي نزلت. نعم عم بيقول لي الزميل فيها يوسف نحن كنا عم نعمل مقابلات، الفريق كله أصبح جاهز للدخول إلى الطائرة. طبعا نحن كمان جاهزين معهم لنقل هذه الصورة مباشرة. هون بدي أشير إلى أنه بالفعل بهيدي الجولة اللي قمنا فيها يعني قبل قليل توصلت طائرة قادمة من العراق، كنا كمان موجودين لم نصعد إلى الطائرة بطبيعة الحال، ولكن الإجراءات اللي بتنعمل خاصة أخذ الحرارة بتتم على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى تأخذ الحرارة بالطيارة، بعدين على أرض المطار وأيضا على الشاشة، وهيدا الشيء رح نشوفه طبعا كمان مع الأطباء اللي منتظرين حاليا. الطبيب دكتور ملاح، لأنتوا طبيبين كنا عملوا للمتطوعين حضرتكم. نعم
نحن الوقت يعني بداية من بداية الأول اليوم الأول اللي تم في نداء لا يرجى إنه من أي طبيب ممكن إنه يتطوع لخدمة البلد على مختلف الانتماءات والطوائف. نحن كنا جمعية طلاب المسلمين، كنا أنا والدكتور مولى الله يحفظ الجميع مع الدكتور ملاح رئيس مسؤول القصة مسؤول الحاجة الصحية. هلا حنسأل الدكتور ملاح عن النقص. دكتور برأيك ثلاث أطباء مش كافيين للقيام بهذه؟ بعد أن اثنين تحت كافيين. هلا بتشوفي لأنه مدخل الطيارة صغير، وهلا بتشوفي أنت سير العمل كيف بيكون. نعم، في حال ازداد لا سمح الله عدد الإصابات أكيد عندنا أطباء وعندنا متطوعين. نعم، والإكيب كله جاهز إن شاء الله. نعم، شكرا لك دكتور. بابا بدك تقول شيء؟ أنا من خلالكم بوجه نداء. نعم، الحجر المنزلي. الحجر المنزلي هو المشكلة اليوم برأيك لحتى زاد عدد الإصابات بلبنان؟ أكيد عدم التزام الناس بالحجر المنزلي عم يخلي هلا الأمور تفلت شوي. برأيك شو هو الإجراء يعني غير الإجراءات اللي عم تعملوها يعني على أكمل وجه؟ يعني مثل ما حضرتك شفتي هون بالمطار. نعم، نحن عم نقوم بكل الإجراءات اللازمة. برية المطار صار واجب كل مواطن أنه يلتزم بتعليم وزارة الصحة. هيدا اللي أنا بشدد عليه، وهو أهم شيء. هيدا أهم شيء بالوقت الحالي. الحجر الصحي يعني بتصور وصلت الطيارة. وصلت الطيارة بهيدا الأثناء. نعم، إذا وصلت الطيارة القادمة من ميلانو، وكانت طبعا مثل ما قلت أنه الطيارة القادمة من ميلانو هي واحدة من أكثر من طائرة وصلت إلى عم تصل إلى مطار رفيق الحريري، مع العلم أنه اليوم كان المفترض أنه يكون في طائرة أيضا قادمة من طهران أو طيارتين جايين من طهران، ولكن تم إلغاء هيدي الطائرتين يعني بانتظار انه وصول الـ او توجه الاطباء الى داخل الطياره للقيام باجراءات. بنذكر انه الاجراءات بتصير هن وقاعدين. نعم صحيح، نحن بيتم في استماره تخرجونكم يا هون بيعطوهم لكل المسافرين الموجودين المتوافدين للبنان بيعبوا هذه الاستمارات. نحن الطاقم اللي بفوت على الطائره نحن بشكل مولى نفوت نفحص كل المسافرين في حال شكتنا بأي جلوسا هن وقاعدين. نعم، تنعمل كل الإجراءات. نعم صحيح. نعم، هذا أول إجراء. منشيك على كل الموافدين في حال تم الاشتباه بأي حالة. طبعا بيصير في سؤال كمان إضافة للحرارة، بيصير في سؤال عندنا شيء أعراض للجهاز التنفسي. نعم، عندنا شيء أوجاع، عندنا شيء كذا، أي شكوك منخلي المسافر موجود، منخلي الموافد موجود على أرض الطائرة. نعم، منخرج بقية الزوركات بنسمه منتبع معه المرحلة الثانية منطلقه. كمان عنا غير المسع الشعاعي نضبط بالأمور بكل حالة، إذا في حاجة يكون نجري عليها نقدر لازم. بالنسبة للعاملين في مطار رفيق الحريري هل يعني عم ياخذوا الوقاية الإجراءات الوقائية اللازمة؟ يعني نحن كنا شفنا نحن وفاتين معظم الأشخاص حاطين كمامات، بس في أشخاص كمان ما كانوا حاطين. في تعاون، في التزام، في خوف على أنفسهم، ملتزمين حتى بالحجر المنزلي. كان يعني بيجوا على الخدمة كيفية التعامل مثل ما عم نتعامل نحن مع أنفسنا بالوقاية بالبيت، تغيير الملابس، الغسيل، الكمامة، التعاطي مع الناس. نحن ما مخوفنا إلا شيء الناس اللي عم تطلع من المطار وعم بتصير منتشرة بالمجتمع برا. يعني مثل ما شفنا مبارح بوادي الحجير. نعم، للأسف الشديد، أو اللي كانوا على التلج، أو اللي عم بيعمل حفلات داخل بيته. نعم، أو بيقعد أو عم بيعطي محاضرات بمناطق عدة. صح، يعني الله يعافيه وزير التربية وقف الجامعات وقف المدارس، مشكور على الخطوة، بس للأسف الشديد هي برأيك أنه حدت من احتمال انتشار الفيروس؟ كثير أنا معه. نعم، بس أنا مش مع الأهل اللي أخذ أولاده وأخذ عائلته طالع يشم الهواء أو طالع يزور. هذا الشيء يعني نحن عبر الـ LBCI حذرنا منه ووجهنا كذا مرة نداء إذا في يقول للأهالي أنه هذه الفرصة مش للكزورة. مالك شريف بيعرف انه نحن اشتغلنا اعلام، بعد بالساعات اللي بنكون قاعدين عم مرتاحين فيها عم نشتغل اعلام. وجهنا اخر شيء انه اذا بتحب الله عمل خلوي 14 يوم، شوف الله قديش بحبك. يعني بتصور انه درجه الالتزام اصبحت يمكن اكثر من ما كانت، وهي العلاج الاول. نعم، ولكن بالنسبه للعالم عندها هيدا التساؤل،
بالنسبة للعالم اللي عم ترجع من مناطق الموبوءة، هل كلهم عم يلتزموا بالحجر المنزلي؟ ويعني مراقبة هيدا يعني ما بتقدروا تراقبوه مليون بالمية حتى يعني ممكن يصير في طاقم طبي، طاقم بالعلوم الاجتماعية ماشيين عم بيتواصلوا مع الناس. يعني في بعض الأحيان بيتصلوا بحدا بيقولوا أنا راح يزور عمته مشتاق له مثلا، معلش يخفف شوي الاشتياق هلا ونخفف شوي الحنين. بس أنا من هالمرحلة قد ايه صار لكم أنتم كأطباء؟ 20 يوم صار لك 20 يوم 20 يوم أنا والدكتور أفز بعرف يعني الدكتور ما تعبنا بس منتعب نفسيا من شيء اللي عم بيصير. بيقولوا لنا ما في شيء اسمه له علاج، العلاج الأساسي هو الوقاية. نعم هو الوقاية، ما بنعرف الفيروس عم بفوت لجوا على الجسم عم يتكاثر بالجسم ولا هو عم يتكاثر برا. لحد الان الشيء اللي عم نشوفه من الفحوصات انه هو عم يتكاثر برا اكثر ما يتكاثر بداخل الجسم الانسان. انا حجرت يمكن ينتهي، يعني نرجع نحدد ومن نوصي الناس انه الحجر الصحي، يعني هذا الشيء كمان هو يبقى الاساس، الوقايه والحجر المنزلي لكل اللي جايين من الدول على الجميع. بدنا نشكر كل الكادر الموجود بقطر بيت الدولي بالبلاط الدولي من جهاز امن عام، من امن عام استقصاء من قوى امن الموظفين جميعهم متعاونين معنا بشكل حازم وبشكل جيد، ونحن يعني وياهم هون فريق واحد لحتى نحمي كل بلادنا وكل ناسنا وكل اهلنا وكل شخص بلبنان يعنينا ويعني هذه المؤسسة التي ننتمي إليها لحتى يكونوا الجميع سليمين إن شاء الله معافين وخليين من أي أمراض. اليوم المشكلة اليوم هي عالمية مثل ما بتعرفوا أنتوا، نعد مشكلة محلية. نحن نعمل من البداية نعمل إلى احتواء هذا الفيروس العالمي، ولكن أي شخص بلبنان اليوم بده يكون مساعد إن نحن وافدين ولا محليين ولا كادر يعمل هون، بده يكون مساعد إن نحن مساعدة نفسه لحتى نقدر قدر المستطاع مع الجهات المعنية من وزارة الصحة اللي عم ننسق نحن وياها كمان. وهني يعني بدنا نوجه الشكر كمان للدكتورة عاتكة بري، لا في عنا منسق الصحي هون كمان لكل العاملين طبعا في مطار رفيق الحريري. خلينا نترك يعني نترككم تتحضروا لانه نزلت الطياره، رح نترك الصوره طبعا، نحن حنكون معكم حنخلي الصوره. الاطباء صاروا جاهزين، الفريق كله صار جاهز مثل ما عم بتشوفوا معنا، ايضا الطياره نزلت، الاستمارات كمان حضرت اللي من اجل التوجه الى الطائره والقيام بهيدي الاجراءات. ايضا مدير الحجر صحي بمستشفى أو بمطار رفيق الحريري دكتور الرحال ينضم أيضا إلى الفريق الطبي الذي يشرف على هذه الإجراء. هلا بس تفوتوا على الطياره بصورتوا عند تفوتوا على الطياره جايبتي خدي هاي جايبه ايه خدي الهواوي هذا هو لا ايه تاني هواوي ايه شو هتحرك هيدي Yeah.
الحال؟ معلومة؟ نفس الحال. بدك حط عالي معك؟ إذا إحنا بعدنا معكم في هذا النقل المباشر من داخل طائرة ميلان، وإذا اللي وصلت ركاب وصلوا بهيك الأثناء، بس خليني بس خليني عفوا إذا بهيدا الأثناء الأطباء صاروا بالداخل عم بيقوموا بالإجراءات اللازمة، الإجراءات. أنا رح أرجع أطلع لأنه ماني قادرة ما أخذ، يعني ما بدنا نبين وجوه المنتظرين طبعاً، رح نضل من بعيد نفرجي كيف الإجراءات عم بيقوموا فيها الأطباء. هيدا الإجراء هو الإجراء الأول اللي بيصير الكشف أول شيء على الركاب اللي هني وقاعدين محلهم على الطائرة، بيرجعوا بيعبوا الاستمارات طبعا، الاستمارة من وين جايين وكل التفاصيل. كمان رح فرجي صورة عن الاستمارة، رح فرجي صورة عن الاستمارة. بدك تحكي؟ عبيتها ولا بعد للصورة؟ لا بعد، أنا لا عبيتها للصورة، عفوا للاستمارة. طب تفضل، احنا ما بدنا نأخرك للاستمارة. طب تفضل، احنا ما بدنا نأخرك. اوكي الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. ميرسي. انت كنت زيارة ولا عايش بميلان؟ انا عايش بايطاليا بتورينو. أوكي. بس جينا عن طريق ميلان. اوكي، ويعني ما حاسألك عن الوضع اللبناني هونيك، بس ميلان عملوها منطقة حمراء مثل ما بيقولوا، يعني ممنوع الدخول لها وممنوع الخروج منها. نعم. لحتى يحصروا شوي الفيروس. نعم. وكل إيطاليا مبدئيا رح تصير هيك هلا حاليا لمدة جمعتين أو ثلاثة لحتى يحصروا انتشار الفيروس. نعم. حترجع يعني أنت على نعم بيجي أنا بعد جمعتين رح أرجع. نعم. الحمد لله على السلامة. إذا بهيدا الأثناء يستمروا الوافدين بما بدهم، اللي ما بده يتصور أكيد ما منصوره، بملء الاستمارات توزع على المسافرين. هيدي الطيارة فيها 75 راكب جايين من ميلانو. خلينا نبعد، يعطيكم العافية. نعم. حبيبنا هلا احلى سيجارة. نحن اذا رح نرجع بانتظار انتهاء الاجراءات، خلينا ننطر على باب الطيارة. بدي اطلب من زميلي بيير يوسف بس اذا فينا نرجع لحتى الفريق الطبي يتابع شغله. الحمد لله فحصوا هونيك وما بهم شيء، وهون ان شاء الله فحصوا ميلانو. اذا بانتظار انتهاء الاجراءات. لا، هو احد الاشخاص العاملين على الطائره. انت كنت انت جاي من ميلانو معهم؟ ايه فحصوا كل ال فحصوا بميلانو وتاكدوا انه ما بهم شيء، وهلا عم نفحصهم مره ثانيه هون بلبنان. نعم. لنتاكد ما يفوت لعنا حدا ما لازم يكون. طبعا. خليلي اياك. شكرا، الحمد لله على السلامه. اذا بعدنا معكم بهيدا النقل المباشر من داخل الطائره، مثل ما قلت اللي وصلت حطت بهيدي الاثناء بمطار رفيق الحريري. الاطباء الثلاثه اللي مسؤولين عن القيام بالاجراءات الوقائيه بعدهم عم بيقوموا بهيدي الاجراءات، عم نشوفهم رجعوا اخذوا الحراره لكل الاشخاص. رح نطلب نرجع ننقل الكاميرا، نبرم الكاميرا. الاطباء خلصوا بيطلعوا بانتظار خروج الوافدين اللي بينطرون برا ليرجعوا ياخذوا لهم الحراره مره ثانيه ومره ثالثه. طبعا مكفيين لنشوف كيف يتم متابعه. تفضل دكتور. تفضل. يلا احنا هلا عملنا مسح
يدوي حراري على كل المسافرين. نعم. هلا نحن في كم حاله قلنا لهم بيضلوا بالطياره ليطلعوا الباقيين؟ في كم حاله شو؟ في كم حاله نحن مشكوك بحرارته طبعا. يعني انتم ايه؟ نعم هي هيدا الاجراء بينعمل اذا في شك. بنعيده كمان مره. نعم. بترجع بتتركلج معنا الحراره. نعم. بنخليه بنروح على المسح الثالث ايه؟ عبر الشاشه اللي شفتوها تحت. نعم. هيك بيكون قطعين ثلاث مراحل. كم شخص تقريبا؟ كم حاله تعتبرتون انتم هودي لازم يرجع ينعم؟ انا بجيب حرارتهم مره ثانيه حنطلب برا. يلا. كم شخص تقريبا؟ كم عندك؟ انا عندي ثلاثة هلا بعرفهم. ايه حيوقفوا لحالهم. ثلاثة اشخاص ممكن يكون حر يعني من وراء بتعيدوا لهم طبعا طبعا نحن ما عم نقول انهم اكيد هيدا الشيء عم ناكد عليه. بدي وضح شغلي للاعلام. نحن في مطار بيروت رفيق الحديد الدولي لا نفحص كورونا، نحن نفحص حرارة الجسم. نعم. نفحص أعراض إذا هناك أعراض من أعراض للأمراض التنفسية جهاز تنفسي. نعم. أعراض نفحص نرجع نرسله على مستشفى رفيق الحريري. نعم. هناك بيعملوا الفحص الخاص بهذا الفيروس وبيقولوا النتيجة خلال فترة معينة أو نيجاتيف أو بوزيتيف بيكملوا معهم هناك. نحن وجباتنا هون ننقل كل الاستمارات للفريق الآخر الذي يتابع مع كل مسافر لحتى يتواصل معهم ويكملوا معهم بعدين الإجراءات اللازمة. نعم. يعني هيدا اللي منشدد عليه إنه الحرارة بشكل أساسي. إنه نحن في مطار إذا قلت وقفت بيكتب الإعلام واحد معه فيروس واحد معه كورونا مش مزبوط الكلام لا مش مزبوط صحيح. نعم. يعني الحرارة بشكل أساسي هي اللي بتعتمدوا عليها. بهيدي الأسئلة رح نترككم تتابعوا شغلكم طبعا. إذن المرحلة الثانية من الكشف على الوافدين على طائرة ميلانو رح تجري بعد قليل. بعد قليل يعني أول فحص أجري هني وقاعدين ملأ المسافرين الاستمارة عم ينزلوا هلأ من الطيارة ورح ننتقل كرمال المرحلة الثانية. أكيد ما بدنا نطلع No problem. لا ما قطفة السكايب. حكيم المضيفات واللي كانوا كل اللي كان على متن الطائره مش بس المسافرين ايه اخذنا الحراره لهم بعد بيرجعوا بيمروا كمان نفس الشيء. نعم. نفس الاجراءات وعندهم حجر. نعم. يعني حدا طبطبي يتعاملوا عنده الحجر واللقاية والاجراءات كامله. نعم. وبيمروا كمان على المسح الحراري اخذنا حرارتهم اول ناس. نعم. خاف عليهم بس لنوضح شغله الاشخاص اللي عم نقول لهم يوقفوا هون ما بدنا نطلع لهم وجوههم طبعا لقينا حراره شوي عالية لقينا حراره شوي عالية يعني بس بركي ما بدهم يبينوا وجوههم اكيد لا نحن عم ناكل تفضلي مش الحال بس مثل الحال تفضلي ثالث مره كانت 37.8 نعم يعني مش مره واحده بنكتفي فيها اكثر من مره حراره اكثر من 37.7 ايه بنقول له ارتاح شوي خلي عم ياخذ له الحراره ايضا عم ياخذ له الحراره لاحد الاشخاص كمان عاجت انه ثلاث مرات انه واحد مهتم بصحتك شفت لا هي عم تقول انه ثلاث مرات لبين هيدا سؤالها كان ليش ثلاث مرات بظرف يعني بدنا ما يكون مزعوجين يعني هن بيرتاحوا اكثر نحن هلا نحن عم نسال ثلاث مرات يعني غيرت حرارتها بين ايه بس مش حرارة بتخوف يعني نحن عم نحكي 37.7 نعم حتى نطمن انه هي مش قادمة على انفلونزا نعم ما عندها اليرجي ما عندها هي الحالات مثلا من بداية الالتهاب بس اللوز. دكتور الفيروس بينام بجسم الانسان تقريبا 14 يوم لانه هلا في علماء كبير عم ايه ولكن شوي العلماء بالاعلام
ولكن سؤالي ممكن يكون حدا ما عنده عوارض وحامل مشان هيك من من منركز بعدنا عم نقول مركز على الحجر الصحي. نعم ماشي نعم الحجر الصحي والوقاية واول علامات بتبين اللي هي صارت واضحه لكل البشر على كل الارض. اول ما تبلش عندي انا العلامات هي بتوجه على المستشفى. المستشفى خلصنا مطار ونخلصنا. نعم اذا بعد اكيد فيك تحكي. لا انت اللي بدك تحكي. الحمد لله على السلامه. جايه من ميلانو عايش هونيك او زياره؟ اوكي. ومشكر الدوله اللبنانيه اللي عم تهتم، مش مثل ما عم بيقولوا برا انه ما عم ياخذوا اجراءات ولا شيء. لا الحمد لله لقينا في تحسن. في فرق بين الاجراءات اللي شفتوها بايطاليا وعندنا بلبنان؟ إذا يمكن قلك ما حد صدقيني هوني أفضل. هونيك هونيك ما حدا طلع لعنا على الطيارة هونيك. نعم. يعني هيدا 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 بيعطي حق إلى الدولة اللبنانية. مطلبنا نحنا رأس مالنا بهذا الموضوع. نحنا مباشر كنا على الهواء. الحمد لله على السلامة. من حتى الحمد لله على السلامة. يعني مثل ما عم نسمع عدد من المسافرين اللي جايين هني عم يطلبوا يحكوا ويحكوا عن الإجراءات اللافتة. مثل ما سمعنا أحد المسافرين قال ما حدا طلع عنا الطيارة. إجراء الطلعة على الطيارة حكيم اذا منو هيك تفضل بسموه برا كمان معنا شباب. يعني عم نشوف كمان عدد من المسافرين يمكن عم يسالوا شوي شو لازم يعملوا. كنت عم بحكي عن الاجراء الطلع على الطياره. هيدا الاجراء اذا منو معتمد ببقيه الدول او بغير دول، يعني سمعناه عم يحكي عن ايطاليا. نحن قادمين لقدام للفتره اللي جاي اذا ما صار في مثل ما بيقولوا حصار لكورونا. نعم. بكل الدول بدنا نصير نضطر نطلع على كل الطائرات. نحن هلا في ما بدنا نسمي، يعني هلا ميلانو سامحين وعارفين متجاوبين، ايران متجاوبه معنا موجود يعني تعتبر. اليوم بفرنسا في، اليوم بالمانيا في، اليوم صار في بعض الدول العربيه يمكن زاجي ذكرنا الاسماء. طلع على كل الطيارات؟ ما بعرف، هي الاجراءات بتاخذها منظمه الصحه العالميه. لا عم بحكي كمطار رفيق الحريري، طلع عم بتكون على كل شو بياخذوا اجراء، شو بياخذوا اوامر بهالموضوع. نحن مستعدين. طلع ربما عم تقتصر على الطائرات القادمه من البلدان الموجوده. صحيح صحيح. الاكثر وباء هلا ما بنقول ما بقول. نعم. صار في كثير وباء هلا. نعم يعطيكم الف الله يعافيك. يعطيك الف عافيه. يعطيكم الف عافيه. إذا من وين هلا؟
شكينا شوي بالحرارة، نتأكد كمان من المسح الحراري. خلينا بهذا الوقت عم يظهروا المسافرين. ها؟ فينا تطلبوني هون في مصطفى تعال. يلا. أنا كمان لا خلينا نسجل. هلا بهيدي الاثناء القادمين بعد ما انتهت الاجراءات على الطياره عم بيقوموا باخذ الحراره ايضا لكاميرات اللي بتاخذ الحراره، كاميرات اللي بتاخذ الحراره اللي موجوده اصلا معلقه وما بيشوفوها المسافرين، وهذا الشيء اللي كنا دائما عم نسال عنه، وبنفس الوقت عم ياخذوا لهم الحراره اليدويه، يعني هيدي ثالث مره. بوقت بكون شاكين بحراره، معناتها انه في حراره عاليه. حتى عم يشرحوا لهم عن الموضوع، خلينا بس نفرجي الكاميرات اللي فوق على الهواء انه هذه الكاميرات اللي فوق هي اللي بتفرجي الحراره اللي عم بيشوفوها ايضا الاطباء اللي قاعدين خلف الشاشة. خمسة وثلاثين. يعني بنفس الوقت الحرارة كنتوا عم تاخذوها عن الشاشة يعني بهيدي الكاميرا، حرارة يدوية، حرارة على الطيارة، بيكون خلصت الإجراءات. هلا مبدئيا خلصت الإجراءات مع كيفية إنه التعاطي مع كل الإرشادات الموجودة اللي عم يسموني يا الإخوان. والاتصال من ابتداء من بكرة بيصير في اتصال بكل المسافرين اللي إجوا هلا. على صحة السلامة. على صحة السلامة لمدة 15 يوم. كل يوم بيصير في اتصال من قبلكم ولا من وزارة الصحة؟ من نحن والوزارة. نعم. في موظفين مفروزين هون وفي موظفين بوزارة. نعم. الصحة. كيف في ثلاث أشخاص حرارتهم شوي طالعة شوي نازلة، رجعت زبطت وقالوا لهم يفوتوا. نتابعهم نحن. هودي بتتابعوا معهم كمان. أكيد أكيد. نعم يعطيكم ألف عافية. يعني أنا بشكركم وبشكر مؤازرتكم إلنا وشفتوا على الأرض الأوضاع يعني كيف بتصير. هلا نعم. بيبقى على المواطن إنه يلتزم بإرشادات وتعليم التعليمات اللي أعطيتوني إياها. نعم. لأنه نحن أكثر من هيك بصراحة هيدا شغلنا بينتهي هون، شغل المواطن بيصير بعد ما يطلع من المطار. نعم. شكرا لك دكتور. شكرا ولا يهمك. شكرا لك. شكرا لك الدكتور. كان معنا الدكتور رحال اللي هو حسن ملاح اللي هو مسؤول الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي، اضافه الى الاطباء نشيله او ننشيله بس انا على الهواء الامان انا على الهواء، اضافه الى الدكتور نضال المولى المتطوع والدكتور أرز زعيتر، هني متطوعين من جمعية الأطباء المسلمين. إن شاء الله عزمكم. يعطيكم ألف عافية. هلأ عم نشوفك بلا الماسك. يعطيكم ألف عافية. طمنتوا على الطيارة. الحمد لله. الحمد لله. ممتاز. ممتاز جدا. ما عنا أي حالة مثل ما شفتوا. ما عنا أي. كان في عنا شك بكذا شخص بالنسبة للحرارة. ولكن رجعت اعتدلت مجرد ما خرج لبرا أخذ هواء اعتدلت. والله إن شاء الله كل. هؤلاء الأشخاص تطلبوا منهم يرجعوا يأخذوا حرارتهم بالبيت. أحسنتم. نحن في عنا مثل ما ابلغناكم في عنا البروشورات اللي عم يقدموها، وفي عنا العزل المنزلي كمان عم يقدموه. نعم. لحتى الكل يكونوا ملتزمين فيه، والكل يكونوا يعني بالنهايه اي شخص هو مسؤول عن صحته وعن صحه اللي حواليه، وهن بيساعدونا بكل هذه الامور، بيساعدونا وبيساعدوا الجميع انه يكونوا الجميع بخير. يعطيكم الف عافيه. الحمد لله على السلامه. نحن كمان الله يعافيك ولو يعطيكم الف عافيه. عم نشوف ايضا الاطباء اللي كانوا على الطياره كمان نزع الملابس، هني ما بيقدروا ينزعوا الملابس ايضا في حال وجود اي شيء، وهذا كمان من القصص اللي كانوا عم بينبهوا لها ايضا الاطباء. كمان انا لازم كمان ايضا غير ثيابي بمساعده الاطباء. هيدا كل شيء. وصلت الرحله القادمه من ميلانو 75 مسافر تم الكشف عليهم، ما في حالات خطره، ما في حالات عليهم حراره باستثناء ثلاث اشخاص، ولكن رجعت اعتدلت حرارتهم، أخذت الحرارة أكثر من مرة للتأكد من ذلك. غادروا جميعا، ملأوا الاستمارات، طلب إليهم يعني الالتزام الحجر المنزلي، وأيضا سيتم التواصل معهم إن كان من قبل وزارة الصحة والأطباء في مستشفى رفيق الحريري يوميا على مدى 14 يوم للتأكد من أنه حدا منهم ما عنده أي عوارض، وبالتالي من أجل نقله الله لا يقدر إلى مستشفى رفيق الحريري. هيدا كل شيء. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.